يا صباح الخير عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. عايزه اشكركم على كل تعليقاتكم الحلوه وكل كلامكم الجميل في حقي. ربنا يا رب يبارك فيكم ويسعدكم يا رب زي ما دايما بتسعدوني بكلامكم الجميل. بشكر كل الناس اللي دعت لابني، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويبعد عنكم انتوا واولادكم اي حاجه وحشه يا رب. انا مش عارفه اقول لكم ايه، والله دعواتكم دي جميل في رقبتي وتاج على راسي ليوم الدين. انتوا ناس محترمه وطيبه جدا، وانتوا تستاهلوا كل خير، وربنا ان شاء الله هيجازيكم كل خير على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه اللي دعيتوها لي. نبدا بقى موضوعنا النهارده، الفيديو اللي انتوا مستنيينه. طبعا كلكم عارفين الفروشات دي كويس جدا، وبنشوفها في فيديوهاتنا، والبنات اللي بتروح الوكالة عارفة الفروشات دي كويس جدا وبتشوفها كتير. بس اللي مش بنشوفه كتير بقى وهنشوفه دلوقتي، ان صاحبة الفرش ده، اولا صاحبة الفرش ده قاعدة فين؟ قاعدة قدام صيدلية ابو العيلة، هي قاعدة تحت الكوبري بالظبط اللي قصاد ذاك السماك، تمام؟ هي معاها الحاجات دي وبتبيع الحاجات دي، يعني اسعارها متفاوتة. المانيكير مثلا الثلاثة بخمسة، الكحل الثلاثة بخمسة، الحاجات دي في منها ب20 وب30، فيكتوريا سيكريت بتبيعها ب100. الاسعار يعني ايه عندها متفاوته. بس زي ما انتم عارفين انا كنت دايما ببقى مش عارفه الحاجات دي مصدرها ايه، ولا يعني حلوه وحشه، فكان دايما بصراحه بقى لان انا اسال حد من البياعين. لكن جات لي الجراه كده وتقمصني شخصيه الصحفيه، وكنت عايزه اعرف الحاجات دي بتيجي منين، فسالتها وقلت لها انتي الحاجات دي انا عايزة اعرف الحاجات دي اصلية ولا مضروبة ولا كده. فهي اكيد طبعا ما فيش حد هيقول على حاجته انها مضروبة، ولكن هي قالت لي تعالي وانا وريكي الحاجات بتاعتي عاملة ازاي. انا عندي حاجات اصلية، والمخزن بتاعي والمعرض بتاعي موجود هنا، وتعالي وانا وريكي كل حاجة ووريكي الاسعار وفهمك ايه الفرق بين حاجتي وبين الحاجة اللي موجودة في السوق. فخدتني ووريتني هو المعرض بتاعها فوق صيدلية ابو العيلة، وهي فرشة تحت قدام صيدلية ابو العيلة، يعني الاتنين في مكان واحد تقريبا. ولكن فرجتني بقى على الحاجات اللي عندها دي، هي دي ايدها دي اللي هي فيها السبحة دي، هي دي صاحبة المكان، هي مشهورة هناك يعني. هي قلت لها اقول اسمك، فهي بتقول مثلا يعني اللي عايز يكلمها في التليفون، انا هبين لكم الرقم وكل حاجة. اللي عايز يكلمها هي اسمها فيكتوريا، هي ليها اسم تاني بس هي مش حابة يطلع يعني في التصوير ولا كده. حتى كان في حوار بيني وبينها داير طول ما احنا في المخزن، ولكن هي قالت انا مش عايزة صوتي يطلع. انا كنت عايزة اعرض لكم الحوار بيني وبينها، يعني بقى كان عندي حلم كده ان انا اكون صحفية من زمان، بس ما خدتش الفرصة دي. بس هي اديتها لي، بس خدتها مني تاني لانها قالت انا مش عايزة صوتي يطلع. فانا هقول لكم هي قالت لي ايه. البرفانات اللي فاتت من شويه دي في اللي في الارض كان ب250 وفي ب300، واللي على الارفف بعلبه كان ب1000 جنيه، لانها بتقول دي البراند الاصلي. وطبعا كل اللي عايز حاجه لازم هيروح يتاكد منها كويس الاول، تقول ان هي ليها زباينها الخاصين يعني، وان الناس بتجيلها مخصوص تاخد منها. فاللي عارف الحاجات دي وبيحب يشتريها اكيد عارف الاصل من المضروب. البرفانات اللي على الارفف اللي من غير علبه ب700 جنيه، اللي بالعلبه ب1000 جنيه، اللي في السبت اللي تحت دول ب250 وب300، وكلهم براند اصلي على حد قولها. برضو انا ما اقدرش اجزم على اي حاجه، ده كلام على لسانها. المكان هتعرفوه والتليفون هتعرفوه، واللي عاجبه حاجه هيروح يتاكد منها وبترجع، يعني مش بترجع تاخد فلوس، بتبدلي، عندها تبديل مفيش ترجيع. طيب عندها كمان ايه؟ عندها كريمات اساس زي ما انت شفتي كده. الاسعار طبعا في 100 150 200، بتقولك ان الحاجات دي بره ب600. كمان قالت لي ان الحاجات دي مصدرها ايه، الحاجات دي تسترات وبتجيبها من مولات، حاجات اصليه مش مضروبه برضو على حد قولها. دي اهو ده ديور، وعندها ماركات، هي بتقول ان عندها براندات كتير والحاجات دي كلها اصليه مش مضروبه. في حاجات في السوق فعلا يا بنات انا شفتها، ده بقى على لساني انا بامان الله، فعلا مش اصليه خالص، مضروبه في نفس السوق في سوق الوكاله، لان انا فتحتها وشفتها. يعني شامبو هيد اند شولدرز مثلا ما حدش يختلف عليه وعلى ريحته، فتحته لقيته صابون. مثلا بانتين معروف وبرده فتحته لقيته صابون. في غسول مقشر بتاع البشره الدهنيه بتاع كلينا كلير، اخضر كده وبيبقى فيه حبيبات كده زرقاء، لقيته بقى طبعا سايل بس ما فيهوش الحبيبات دي، فده معناه ان هو متعبي. ففي حاجات بتبان هنا، مثلا انا لقيت عندها حاجات دوف فتحتها وشمتها لقيتها اصليه.
الحاجات بقى اللي عارف حاجة ويجي يشتريها بيبقى عارف ملمسها، لونها، ريحتها قبل ما يشتريها. طبعا هيبص على تاريخ انتهاء الصلاحية، أهم حاجة. هي عندها حاجات كتيرة جدا بصراحة، على حد قولها حاجتها فعلا شكلها انها مش مضروبة، وباين من الأسعار، هي أسعارها مختلفة جدا عن السوق تحت. يعني هي عندها حاجات ب100 وب150 وب200 تحت، كل حاجة ب25 جنيه. وعبي يلا مع السلامة، كله عندك، شامبو على شاور على كريمات على حاجات بالكيراتين ومش عارف ايه، وحاجات مثلا لاروش بوزيه والحاجات دي بتبقى، والبيوديرما والحاجات دي غالية جدا، كله ب25، يلا مع السلامة. فالحاجات الرخيصة قوي دي ما ينفعش الواحد يشتريها يحطها على وشه ابدا، فانتي لازم بقى تبقي عارفة وواثقة من مصدر الحاجة اللي بتجيبيها. فانا حبيت اعرض لكم الحاجة اللي هي وريتهاني زي ما هي، ورغبتها يعني تنفيذا لرغبتها. انا كل حاجة كانت في الفيديو هي بتقولي ده بكذا وده بكذا وده اصلي وده من المولات وده تسترات من المولات ودي حاجات بنجيبها اصلية، ولكن هي قالت انا مش عايزة صوتي يطلع، وكمان قالت مش عايزة اسمي يطلع. فهي اسم المحل بتاعها او اسم الحاجات بتاعتها على الشنطة فيكتوريا سيكريت، فهي انا قالت لي قولي اسمي فيكتوريا والرقم هيظهر لكم في الاخر، حسبته لكم في الاخر والعنوان كمان. انا بصراحة من وجهة نظري الضعيفة البسيطة هي حاجتها حلوة، من وجهة نظري الضعيفة البسيطة هي حاجتها حلوة. الحاجات اللي انا بفهم فيها وفتحتها لقيتها هي تمام. في كمان حاجة قالتها لي ان في حاجات منهم بتبقى ناقصة، لان بتبقى فيها تسترات من المولات، فالحاجات دي بتبقى ناقصة، فهي بتبيعها باقل من كده. يعني في اللي ناقص مثلا والتسالين بتبيعه ب100 واللي ناقص ب50 كده. ده سيرم للشعر كمان بتقول عليه ايطالي واصلي، وبتقول مش فاكره والله، يعني انا مش فاكره قوي كان ب250 ولا ب200 بصراحه. هي جابت الشنطه بتاعتها علشان خاطر تبقوا انتوا عارفين العنوان، وتبقوا كمان معاكوا رقم التليفون للي يحب يشتري منها حاجه. البرفانات بتاعتها يا بنات حلوه جدا جدا جدا، وزي ما قلت لك هي مكانها معروف، غير لما تاخدي حاجه من الشارع تاني يوم تلاقي مثلا الفرش ما بقاش موجود او حد غيره فارش، لان انا بصراحه كل يوم بلاقي حد مختلف. لكن هي للامانه مكانها تحت الكوبري ما يعني ما مغيرتوش من يوم ما انا رحت صورت، كل مره بلاقيها هي هي. صحيح مش هي اللي بتبقى قاعده على الفرش، بتبقى قاعده حد، ولكن هي بتبقى في المعرض فوق. لكن انت لما تشتري الحاجه من عندها من فوق بيبقى الموضوع مختلف، ان انت مثلا لقيتي الحاجه ديت مش عاجباكي، فيها مشكله، كاني ماني، هتروحي تقولي لها. وبكده يكون جولتنا في المعرض بتاعها تكون خلصت. اتمنى تكون الجولة عجبتكم، ياريت تحطوا لايك للفيديو وتدعمونا بالاشتراك في القناة. مع السلامة، ونشوفكم في جولة جديدة.